ومجلس الأمن الدولي ناقش أو يناقش مشروع قرار فرنسي حول حلب يدعو إلى نشر سريع لمراقبين من الأمم المتحدة في شرق حلب لضمان عدم وقوع انتهاكات ووصول المساعدات الإنسانية للمدينة. السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة قال إن بلاده تأمل بتفاهم يشمل روسيا حول مشروع القرار. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت إن مجلس الأمن قد يصوت نهاية هذا الأسبوع على إذن مشروع القرار الفرنسي هذا. ومعنا الآن الأستاذ أحمد فتحي، رئيس تحرير قناة ATN الأمريكية للأخبار، ينضم إلينا من نيويورك. مساء الخير أستاذ أحمد. برأيك ما قاله أوباما اليوم حول أنه لم يكن ليذهب إلى سوريا أو يفعل شيئا هناك بثمن بخس، ودفاعه عن ما قام به، أين يعني كيف نفهم هذا الكلام؟ بداية، هو دفاع عن حصيلة ولايتيه أم أنه إيمان بالفعل بأنه قام بما كان يجب عليه أن يفعله؟ أوباما عبر عن توجهه الفكري البراغماتي وليس توجهه الفكري الأكاديمي. أوباما أوضح اليوم خلال المؤتمر الصحفي أن حساباته حول سوريا كانت إما أن نتجاهل الوضع بإجماله أو أننا ندعم الفصائل التي هي مثل النصرة والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بعدم تدخلنا، أو أننا نقوم بعمل ما لدعم الأطراف المعتدلة. ربما يختلف الكثير حول تعبير الأطراف المعتدلة، فهي تعني شيئا معينا لبعض الناس وتعني أشياء أخرى لمجموعات ودول أخرى. فهنا أوباما صار على خط رفيع جدا، ولكن النزعة البراغماتية بكل تأكيد ظهرت جلية في هذا الموقف. طيب الآن مجلس الأمن يناقش مشروع قرار فرنسي أستاذ أحمد حول حلب، برأيك هل سينجح مجلس الأمن هذه المرة في تمرير مشروع قرار يدعو في أحد بنوده إلى نشر جنود للأمم المتحدة لمراقبة الوضع هناك؟ هل ترى أن العوامل المجتمعة اليوم للتصويت على مشروع قرار من هذا النوع؟ نشر الجنود أشك كثيرا، أنني لا أتصور أن تقوم الدول الأعضاء بتقديم قوات لإرسالها إلى سوريا في ظل الوضع الحالي، ولكن معونات إنسانية، فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين إلى آخره، فهذا ممكن الاتفاق عليه. إنما نشر قوات لا أتصور أن هذا سيحدث بسهولة في ضوء أجواء المجلس الحالية، ربما مرة أخرى ولكن ليس هذه المرة. إذن لماذا التلويح بإمكانية الدعوة إلى جلسة للأمم المتحدة ومحاولة الحصول من الأمم المتحدة على ربما على قرار أو على ضوء أخضر لفعل شيء بهذا الخصوص، ما دامت هذه الدول أصلا غير مستعدة لإرسال ربما جنود على الأرض كما تقول؟ عقد جلسة لمجلس الأمن طارئة هي شيء، وعقد جلسة طارئة لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة هي شيء آخر. فإذا أخذت في إطار الجمعية العامة فهي دعوة مفتوحة مثل الاتحاد أو متحدين مجلس السلام يونايتد فور بيس، فهي مستمرة منذ أعوام. ولكن مجلس الأمن إذا لم يكن هناك نية لدى الأعضاء للتفاهم والخروج بموقف موحد حول سوريا، وهذا صعب جدا في ظل الأجواء الحالية، ربما تستطيع الجمعية العامة فعل شيء، ولكن لا أتصور أن الجمعية العامة ستقوم بالتصويت على إرسال قوات مراقبة أو حفظ سلام. ربما تكون بعملية اختيارية، ولكن لا أراها هذه إشكالية كبيرة. ولكن السفير الفرنسي
وأعضاء آخرين في مجلس الأمن يحاولون بالقيام باتصالات بالكثير من الدول الأعضاء لتسهيل هذه المهمة، وربما يحدث نوع من الكومبرومايز، التنازلات من طرف هنا التسوية. وطرف هناك. شكرا لك تسوية أستاذ أحمد فتحي، رئيس تحرير قناة ITN الأمريكية للأخبار، كنت معنا أيضا من نيويورك.